توجه النهارده زراعه الصحراء، وده بيستلزم وجود يعني عمران، بوجود اقتصاد زراعي وصناعي مرتبط بالتصنيع الزراعي. ده عشان يحصل لازم نتغلب على مشاكل كتيره. من اهم المشاكل اللي بتقابلنا مشكله ارتفاع نسبه الملوحه في المياه والتربه. دكتور محمد، انا برحب بحضرتك. تعرف فيك كده؟ محمد احمد يوسف، استاذ مساعد بكليه الزراعه جامعه الازهر باسيوط. اهلا وسهلا بيك. عايزين نعرف الساده المشاهدين معالج البال المغناطيسي دوره، وهل فعلا نجح معانا في مصر؟ تقول ايه عنه الفلاح المصري؟ بحب اقول لاي فلاح او اي مستثمر زراعي على مستوى مصر او الشرق الاوسط كله، ان احنا مشكلتنا الوحيده التي تقابل الاستثمار الزراعي هي مشكله الملوحه، سواء كانت مشكله ملوحه في التربه او في المياه، كلاهما ضد الاستثمار في الزراعه او تطور. فخلال الآونة الأخيرة والنشاط العلمي والبحثي وجدت طرق حديثة مستحدثة بعكس الطرق التقليدية اللي كانت قديمة في عملية معالجة هذه الملوحة، مشكلة الملوحة سواء في التربة أو في المياه. الحمد لله رب العالمين، من أهم هذه الطرق اللي هي التقنية المغناطيسية، وتوجد شركات عديدة في هذا المجال، ولكن فعلا في شركه منتج دلتا ووتر اثبت جداره ورياده في هذا المجال على مستوى مصر والشرق الاوسط، انه من خلال مواصفاته المتميزه الفريده من حيث التصميم، من حيث الماتيريال، من حيث القوه المغناطيسيه للجهاز، احدث طفره في معالجه الملوحه سواء في الميه او التربه. و دايما بيحصل لبس ما بين المعالجة والتحلية. المعالجة ان انا بحاول اتعامل مع المشكلة معايا في حدود اقل تكلفة، واحول المشكلة الى شيء مفيد، بعكس التحلية. التحلية بحاول اشيل المشكلة بتكاليف باهظة، ولابد بعد عملية التحلية لابد ان اجري عملية المعالجة برضه، هتبقى انا بعمل تكاليف ووقت، لكن المعالجه ان انا في اقل وقت واقل امكانيات بحسن من المشكله عندي، بحولها من مشكله الى نتيجه، بحولها الى فايده للمستثمر او الفلاح، ان انا بحلل مشكله اساسيه عنده من خلال التقنيه المغناطيسيه، ان انا بعمل عمليه تحييد او عمليه ابطال لعمل الاملاح، سواء وخاصة أن نعلم جيدا الأملاح دائما تأثيرها ضار سواء للنبات أو الحيوان أو أي كائن حي. عملية أن أنا ببطل أو بعالج هذه الأملاح، أن أنا بقلل التأثير بتاعها بنسب تصل إلى 50%، وهذه نسبة كبيرة جدا بالنسبة للتقنيات الموجودة. أن أنا بقلل تأثير، لو أنا عندي ملوحة وليكن 1000 BPM بنزلها ل 500، أنا الأول كان عندي خيارات محدودة في التعامل في حدود 1000 BPM، لما نزلها ل 500 أنا عندي الخيارات وسعت، بدل ما أختار مثلا نبات أختار نباتين ثلاثة أربعة، بقى الفلاح يستطيع بدل ما هو متقيد بمحصول واحد، لا العملية فتحت عنده ممكن يستطيع أن يزرع محصول واثنين وثلاثة على نفس المياه التي كان لا يستطيع أن ينتج عنها إلا محصول واحد في حالة عدم وجود جهاز دلتا ووتر. مع جهاز دلتا ووتر ابتدى يتحسن، ابتدى يزرع أكثر محصول، ابتدى يزيد الإنتاجية عنده. ومن أهم كمان نتائج تحصلنا عليها مؤخرا، ابتدت تزيد القيمة الشرائية للأراضي الزراعية بتاعته من خلال أبحاثنا وشغلنا بمقارنة جهاز دلتا ووتر بالطرق التقليدية العادية بمعالجة الملوحة سواء تربة أو مية. استطاع دلتا ووتر أو المعالجة المغناطيسية أن تحتل الصدارة في أقل التكلفة، الذي ينعكس عنه زيادة القيمة الشرائية للأراضي الزراعية. فبالتالي انا بستخدم دلتا ووتر بعالج مشكلتك، برفع قيمه الشرائيه لارضك، بزود لك دخل، بيبقى ارضك بيبقى لها سعر تستطيع ان تنافس بها اجود انواع الاراضي القديمه التي ليس بها مشاكل. دي تعتبر يعني انجاز وانفراد وتميز لمنتج دلتا ووتر للمعالجه المغناطيسيه لمعالجه مشاكل ملوحه التربه والمياه.